مرحبا بكم ومرحبا بطريق طيجات. اليوم غادي تسمعوا حيطة سردية عند السيد عبدالله. انا شبلاني بكتاب لي تيني اسريدي ودبيجي دبيجي الكويدة يجيب الله دبيجي الحبيبة يجيب الله اخلي اخلي الحولي غالي ويوا اخوك حنون سرع الله الحولي والحولي الحولي فين فلوسو الحولي والحولي والحولي فين فلوسه الحولي والحولي والحولي فين فلوسه جيراني كاع مشاو سوق الحولي وشراو الحولي والحولي والحولي فين فلوسه السويقه غدا جايه خويتكم باقا ما شريه الحولي والحولي والحولي فين فلوسه قلبي فقوس مغدد باغر شوي ونكدد الحولي والحولي والحولي فين فلوسه شارتي شرات صريدي هزت فلوس وكريدي الحولي 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 في فلوسه شارتي بعد فراش الدار شرات جوج حوال كبار الحولي 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 في فلوسه جيب الحولي جيب النعاج لا معيت فمي عواج الحولي 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 في فلوسه عاري عليك ابو عبيد ناكل لحم العيد العيد الحولي 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 في فلوسه مالي يا ربي مالي شوط الراس في ابو مزوي باغا نكدد ونشوي امي بتيراني مديومة وباغا نكدد العظومة في ابو تفتام وباغا ناكل بولفام كرشي بالجوع مطوية باغا كبيدة مشوية ويمتي عقلي راه تلف باغا نفور على الكتف نطلب ربي ترجع غير حولي ولا نعجا ولدي يبكي بعيونه وباغي سرطي بقرونه شريت شوية وقفان الحولي باقي ما بان ويمتي شريط العطرية كتبت عليا يا مولاي مولاي سيدي ربي لا تحافينا يا مولاي مولاي بغا تحيا